مادة الآثار اليونانية الرومانية في مصر، وهتكلم النهاردة عن مقبرة الشاطبي الأثرية ومقبرة أو مقابر مصطفى كامل أو منطقة مصطفى كامل الأثرية كأحد المقابر اليونانية الرومانية في مصر. أولا، مقبرة الشاطبي الأثرية كإحدى المقابر اليونانية الرومانية في مصر، وتحديدا في الإسكندرية في منطقة الشاطبي، هنلاقي إن هي تعتبر من المناطق القليلة الزيارة أو قليلة الزيارة، وكانت غير معروفة بالرغم إنها منطقة هامة جدا وذات قيمة. بتعد من أقدم المقابر في الإسكندرية، حيث شيدت عام 260 قبل الميلاد كمقبرة لأحد الأسر الثرية في الإسكندرية، ولكن بعد كده تم تحويل المقبرة إلى مقبرة عامة، وتم عمل إضافات أخرى وعمل فتحات دفن أكثر لاستيعاب أكبر عدد من الموتى. بالنسبة لوصف أو تخطيط المقبرة، هلاقي إن هي بتبتدي بإنترنس أو المدخل بيؤدي إلى صالة عرضية، والصالة العرضية بتدخل على صالة مستطيلة أخرى، ومنها بندخل على الفناء المفتوح اللي هنلاقي من الجهة الشرقية منه مدخل بيؤدي إلى حجرة الدفن. حجرة الدفن بتحتوي على سريرين منحوتين في الصخر، ودول كانوا بيقام فيهم أو إحدى طرق الدفن اللي كانت متبعة في منطقة الشاطبي. فهلاقي إن الطرق الدفن اللي استخدمت في المقبرة أو مقبرة الشاطبي الأثرية طريقتين للدفن. أول طريقة هي وضع الجثث على السرير الكنزي، وزي ما قلت لكم إن كان فيه في غرفة الدفن سريرين جنائزيين بيتم فيهم الدفن. الطريقة التانية للدفن وهي طريقة فتحات الدفن، وهي عبارة عن فتحات في الحائط بيتم إدخال الجثث جواها جوا الفتحة وبيتم الغلق عليها. هلاقي إن الزخرفة اللي كانت موجودة في المقبرة هي زخارف معمارية عبارة عن أنصاف أعمدة على الطرازين الدوري والأيوني، وأنا جايبه لكم هنا صورة للطراز الدوري وصورة للطراز الأيوني بحيث تبقوا عارفين شكلهم. هي دي كانت الزخارف أو الزخارف المعمارية الموجودة عبارة عن أنصاف أعمدة على شكل الطرازين الدوري والأيوني. بالنسبة لمنطقة مصطفى كامل الأثرية، هلاقي إنها برضو مقبرة مصطفى كامل أو مقابر مصطفى كامل هي كانت عبارة عن مقابر من العصر اليوناني الروماني في مصر، وهي موجودة في منطقة مصطفى كامل في الإسكندرية في بالقرب من عمارات الضباط. حاليا تم الكشف عنها سنة 1933، وكانت بتحتوي على 7 مقابر أثرية نحتت جميعها في الصخر، لم يتبقى منها سوى 4 مقابر فقط هما اللي لسه بحالة يعني موجودين بشكل يعني إلى حد ما حالة كويسة. المقبرتين الأولى والثانية كانوا منحوتتين تحت سطح الأرض، بينما التالتة والرابعة كانوا جزء منهم موجود فوق سطح الأرض. يبقى أنا عندي الـ4 مقابر اللي كانت موجودة اللي تبقت من الـ7 مقابر الأساسية، منهم 2 منحوتين كلهم تحت سطح الأرض، واتنين بيرتفع بينهم جزء فوق سطح الأرض. المقبرة الأولى في منطقة مصطفى كامل الأثرية، هلاقي إنه بيتم الوصول إلى هذه المقبرة عن طريق سلم عريض منحوت في الصخر بيؤدي إلى فناء مربع يتوسطه مذبح، وتحيط به عدد من البوائك المحمولة على أنصاف أعمدة على الطراز الدوري. وعلى جوانب الفناء هلاقي إن في وزعت 10 غرف
يمكن الوصول إليها عن طريق الفناء بشكل مباشر. وفي الجنوب أو في الجانب الجنوبي في ثلاث حجرات بتقع على شرفة بتؤدي إلى الحجرة الرئيسية للمقبرة وهي حجرة الدفن. أما الجزء الجنوبي من الفناء هو أكثر الأجزاء زخرفة، وهلاقي بواجهته ثلاثة أبواب ملونة بألوان زاهية، وبيعلو الجزء الأوسط منها لوحة ملونة بتمثل منظر لتقديم القرابين، بتقوم بسيادتان تتوسط ثلاثة فرسان بالتبادل. هو ده المنظر، عبارة عن ثلاثة فرسان بيتوسطهم سيدتان بتقوم بتقديم القرابين. ده الجزء الموجود في اللوحة المصور، وده الجزء يعني مرسوم بشكل برضه بيوضح الشكل بشكل أفضل. أدي الفرسان، أدي واحد اثنين، وفي واحد هنا تالت، وأدي السيدتين بيقوموا بتقديم القرابين. وده هو المنظر في الحتة دي، وهي دي اللوحة. وهلاقي إن على جانبي كل باب قاعدتان بتحملان تمثالي أبي الهول، والحجرة الجنائزية الرئيسية فيها تابوت على شكل سرير، وعلى بابها كتبت قائمتان بأسماء يونانية، ممكن تكون أسماء دي لزوار المقابر أو الأشخاص اللي تم دفنهم جوه المقبرة نفسها. وده شكل التابوت اللي موجود في المقبرة. أما بالنسبة للمقبرة التانية، هلاقي إن هي بيها سلم محفور في الصخر بيؤدي إلى فناء مربع الشكل، والجانب الجنوبي لهذا الفناء هلاقي فيه واجهة بها عمودين يليها على كل جانب من جانبيها الأيمن والأيسر فتحتان، كل منهما تحوي مقبرتين الواحدة تعلو الأخرى، والحجرة الثانية بمثابة صالة لإقامة الصلوات، وبيتم فيها أو بيوجد فيها مصطبتين كبيرتين حفرت فوق كل منهما عدة فتحات للدفن. يبقى المكان ده كان في صالة لإقامة الصلوات وبها مصطبتين كبيرتين، تم حفر بعد كده فوق حفرات أو فتحات للدفن. في نهاية هذه الحجرة هلاقي حجرة صغيرة وجد بداخلها مائدة كانت تقدم عليها القرابين، وقد بنيت من قطع حجرية وكسيت بطبقة من الجص وبألوان تشبه الرخام. وفي نهاية هذه الحجرة يوجد بقايا السرير الجنائزي، ولا يزال على الإفريز العلوي للسرير مسمار من النحاس كانت تعلق عليه أكاليل الزهور. ويوجد حجرة في الجزء الغربي من الفناء بيها تابوت على هيئة ساتير عليه رسومات بألوان زاهية جميلة تمثل سيدات وزهور وعربات يقودها آلهة الحب. ودي صورة للتابوت اللي موجود، وهي دي الرسومات، عبارة عن سيدات وزهور وعربات يقودها آلهة الحب. وعلى الرغم من أن هذه المنطقة عبارة عن مجمع للمقابر، إلا أنه لم يتبقى منها سوى أساسات أو مباني متهالكة حيث فقدت معالمها، وتعتبر المقبرة الأولى والثانية أحسن حالا أو أفضل حالا من المقبرة الثالثة والرابعة اللي تهالكت تماما نتيجة المياه الجوفية وعوامل التعريف. وكده تبقى منطقة المصطفى كامل الأثرية تمام خلصت. وبكده نبقى احنا خلصنا في المحاضرة دي منطقة الشاطبي الأثرية، منطقة مقبرة الشاطبي الأثرية، ومنطقة مقابر مصطفى كامل الأثرية. وتمام كده، ونبقى خلصنا كلام المحاضرة. شكرا ليكم،
وإن شاء الله نتابع المحاضرة الجاية. شكرا لكم.